والحقيقه انا بحبه جدا وبحب لعبه على المستوى الشخصي كابتن عمر ياسين كابتن منور النادي الاهلي. كابتن هيثم ربنا يخليك، ميرسي جدا. يمكن كان لنا ذكريات حلوه مع بعض وافريقيا من 2016 وكان يعني ذكريات كانت جميله مع بعض. طبعا انا كنت شرف لي ان اكون معاك. اكيد طبعا شرف لينا يا كابتن وجودك في نادي الاهلي النهارده. الحمد لله شفتك في المباراه، طمنا عليك ما شاء الله، شكلك في الملعب حاجه جميله. ربنا يخليك. قول لي يعني بدايه المفاوضات معاك في نادي الاهلي امتى، كلموك ترجع خاصه انت كنت بره مصر؟ طبعا كنت مع نادي السد القطري وكان في مفاوضات انت ترجع، كنت شايف ده ازاي او ابتدت ازاي؟ هو الاول انا كنت احترفت في فرقة كونستانتا في رومانيا. رومانيا بالظبط. الفرقة دي بتلعب بطولة اتش اف كاب، وكانوا يعني هم بينافسوا على بطولة الدوري مع فرقة دينامو. يعني يعتبر رومانيا عشان بس نعرف الناس رومانيا من اكبر الدول الاوروبية في كرة اليد، عشان بس الناس فاكرة تبقى عارفة رومانيا من احد اقوى الدوريات في اوروبا. هو كمان حتى الفرق اللي يعني الفرق اللي فيها الميزة في الدوري المنافسة فيه قوية جدا، يعني في 7-8 فرق بتنافس على الدوري، فدوري صعب يعني. بس وبعد كده انتقلت في انتقالات يناير. خدت خبره كويسه من هناك يا كابتن؟ اكيد طبعا طبعا فرقت معايا كتير جدا المسيره الاحترافيه دي. وبعد كده رحت للسد القطري في انتقالات يناير، بالظبط لعبت 4 مباريات. بعد كده الموسم وقف بسبب الكورونا. النادي الاهلي بدا الكلام معاك ازاي يا كابتن؟ الكلام بدا مع كابتن طارق اول ما تولى المهمه، هو اللي كلمني بصراحه. كابتن طارق طبعا من زمان معايا، ليه ذكريات من ايام ما كان في الاهلي. لعبت معاه بطولة افريقيا وابطال الدوري في شهر 10، بعد كده سافرت الاحتراف في اهلي جده. تمام. بعديها جه لعبت معاه في الجيش موسمين ورا بعض، عملنا نتائج قويه مع نادي الجيش، وصلنا فاينل كاس سنتين ورا بعض وثالث دوري سنتين ورا بعض. يمكن كابتن طارق طلع من نادي الجيش راح على المنتخب. من يعني نادي الجيش بالظبط راح على المنتخب، وبعد كده سافر اهلي جده. سافر اهلي جده بالظبط، بعد كده رجع على النادي الاهلي تاني. فهو كلمني اول ما تولى المهمه، وانا بصراحه ساعتها كان عندي مفاوضات ارجع رومانيا تاني، وكان في مفاوضات من ناديين في قطر. بس اول ما كابتن طارق كلمني بصراحه ما تاخرتش، يعني انه ما فكرتش على ما فكرتش والله. حتى يعني المفاوضات ما كملتش، يعني مش عايز اقول لك مثلا 10 دقائق، يعني ما كانش في مفاوضات اصلا. مش غريب عليك يا كابتن، يعني الحمد لله الموضوع خلص بسرعه جدا. صح يعني صح. وانت النهارده ما شاء الله شكلك كويس واضافه جامده جدا، وان شاء الله انت واسامه تعملوا في المركز ده شغل كويس جدا. بإذن الله. ان شاء الله انا كده ياخد خبرات انا في حاجه اخبه كده، عارف فيصل طبعا. باذن الله ان شاء الله نبقى حتى مع بعض نكمل بعض في المركز ده.